إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. الأسرة المصرية بتعيش حياة طبيعية لغاية حد من ولادها ما يخش المرحلة الثانوية، ساعتها تبتدي الطوارئ. طوارئ مش مؤقتة، لا دي طوارئ مستمرة، الأعصاب فيها مشدودة زي أوتار الكمانجة، كل واحد في البيت متوتر. اقفلوا الراديو وشيلوا التلفزيون علشان ولاد يذاكروا، لكن المذاكرة لوحدهم مش كفاية. نعمل ايه؟ مفيش غير الدروس الخصوصية نلجأ لها، بس دي محتاجة ميزانية زيادة، عايزة فلوس. نعمل ايه؟ نستلف او نلم نفسنا ونعلن مرحلة التقشف؟ لا لا يا أستاذ فؤاد، ده موضوع كبير يحتاج أكتر من 50 سنة علشان نشوف له حل. وعلى فكرة في النص قرن اللي فات في مشاكل كونية وأزمات دولية اتحلت، وإحنا لسه يدوب الأيام دي بنشوف حل للثانوية العامة. ويبدو يا أستاذ فؤاد على ما أعتقد أن الثانوية العامة مش مشكلة تعليمه بس، ده أصبح النجاح فيها بتفوق هو حلم الأحلام وغاية المنى لآلاف الأسر. المشكلة يا أستاذ فينا احنا، في الآباء والأمهات اللي بيعتبروا ابنهم فشل لو ما دخلش الجامعة وما بقاش دكتور أو باش مهندس، عشان كده بيصرفوا شقة عمرهم على الدروس الخصوصية عشان الباشا يجيب مجموع 110% ويدخل كلية الطب. وللأسف الأهالي فاكرين كده ابنهم نبغى، والصدمة بقى بتحصل لما الباشا العبقري يدخل الجامعة ويفاجأ بأن التعليم مش مجرد حفظ ومذاكرة وتلقين. كل شيء في البيت يبقى موجه لخدمة الباشا اللي في الثانوية العامة، لو ما جابش مجموع في الامتحان تبقى مأساة، لو جاب مجموع كبير قوي تبقى برضو مأساة. هيروح فين وهيختار ايه؟ وجايز اختياره ده ما يتحققش، يبقى تفوق وجاب مجموع ومش قادر يروح الكلية اللي هو عايزها. صداع مستمر، عذاب دايم، وتوتر لا ينقطع، ورعب مالوش نهاية. ما هي حالة الرعب والتوتر دي هي اللي لازم تنتهي يا أستاذ فؤاد. بعبع الثانوية العامة في البيوت هو اللي عمل في البلد تعليم تاني اسمه السناتر، والسناتر دي يعني جامع سنتر، وما كانتش موجودة أيامك يا أستاذ فؤاد. أستاذ الحساب والجغرافيا يأجر عمارة أو قاعة أفراح يجمع فيها التلامذة بالعشرات ويمسك ميكروفون ويديهم الحصة، والساعة 100 جنيه والحسابة بتحسب. أستاذ الجغرافيا بقى بيعمل إعلانات لنفسه يلزقها على حيطان الشوارع ويسمي نفسه حوت الجغرافيا، والإعلان اللي جنبه لإمبراطور الحساب، وكله بتمنه. طبعا ده كله بينتهي دلوقتي وحنخلص منه، بس لما الأهالي تعرف إن الثانوية العامة مش نهاية الكون وإن في غيرها 100 نوع تعليم تاني، وده كله محتاج سياسة وخطة واهتمام، ومحتاج قبل ده كله إن احنا نرفع سيف الرعب اللي متسلط على الناس كلها. ما هو خلاص البديل حصل، بقى عندنا حاجة اسمها المدارس التكنولوجية وحاجة اسمها التعليم الفني الراقي. الدولة مكرسة جهدها لتحويل الثانوية العامة لتعليم عادي، مش هو نهاية المطاف ولا هو التعليم اللي على راس وريشة. البلد محتاجة صنايعية وحرفيين فنانين وأسطوات مهرة ومزارعين شطار، مش كده ولا نقول كمان؟ اتبرع لأبناء مصر من الأيتام على حساب بنك ناصر الاجتماعي 22-1-24 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كلمتين وبس. فؤاد المهندس
عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.